هنتكلم على فريق النادي الاهلي. هو خلاص زي ما حضراتكم عارفين ان الفريق سافر النهارده في تمام الساعه 10 صباحا في اتجاهه لدبي، وصل بالتحديد في تمام الساعه 1 او 1 ونص ظهرا بتوقيت القاهره. فرق التوقيت ما بين مصر ودبي حوالي ساعتين، يعني هم سابقنا بساعتين. يعني دلوقتي مثلا لو الساعه ايه، الساعه 6 وربع، هناك الساعه 8 وربع. دي لقطات من سفر الفريق وتواجده في المطار النهارده، مطار القاهره الدولي، قبل التحرك بالطائره للوصول ل دبي. وان شاء الله باذن الله باذن الله يكون معسكر موفق جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ويقدر يستفاد من خلاله الجهاز الفني بالكامل، مستر فايلر ومعاونيه، وايضا اللاعبين يستفادوا كل الاستفاده من هذا المعسكر في اطار الاستعداد لمراحل بقى مقبله، مش مرحله واحده، لان احنا عندنا تحديات كثيره جدا محليا وافريقيا. ان شاء الله باذن الله الفريق يكون موفق فيها. الفريق وصل خلاص مقر الاقامه بتاعه هناك في دبي، وبعد كده هيكون في مران ابتدى كمان، اعتقد ابتدى بتوقيت القاهره في تمام الساعه 5:30، يعني بتوقيت دبي كان الساعه 7:30. فبالتالي هم بقى لهم دلوقتي ساعه الا ربع في المران الاول ليهم. المران هيبقى استشفائي طبعا زي ما حضراتكم عارفين بسبب الاجهاد الخاص بالسفر وكل هذه الامور، واول مران للبعثه هناك في دبي. بيتمرنوا على ملاعب نادي اهلي دبي، ودايما دايما النادي الاهلي بيبقى متواجد في الامارات وبالتحديد في مدينه دبي، بيبقى التدريب في ملاعب النادي الاهلي الاماراتي، وتعاون دايما بيكون موجود ما بين الناديين، وملاعب هناك مميزه جدا. انا كنت موجود هناك من كام سنه كده، كان مدير فني مستر بيسيرو، كان مدير فني مميز جدا بالمناسبه، والاهلي قدر ان هو يعمل فتره اعداد كانت غايه في الروعه. فان شاء الله باذن الله تتكرر هذه الفتره وهذه الاستفاده اللي استفاد منها النادي الاهلي من خلال معسكر سابق قبل كده في الامارات، وفي نفس الملاعب وفي نفس المدينه وكل الامور. يعني الامور هناك مهيئه، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يرجع بكل المكاسب المطلوبه من هذا المعسكر. المعسكر بيضم حوالي 25 لاعبا، بيغيب بعض اللاعبين بسبب الانضمام للمنتخب الاولمبي، يعني زي مثلا رمضان صبحي، صلاح محسن، عمار حمدي، اليو ديانج، مصطفى شوبير، ايضا بيغيب ايمن اشرف. بالمناسبه ايمن اشرف ما سافرش مع البعثه النهارده عشان بيخلص بعض الاجراءات الخاصه بالحصول على تصريح السفر، وهيلحق بالبعثه ان شاء الله خلال ساعات. ده فيما يتعلق بالفريق. موضوع المباراه الوديه لسه ما تحددش عن قابل مين، هيبقى في طبعا مباراه وديه على الاقل يعني في معسكر الاهلي هناك في الامارات، لكن الطرف اللي هيقابله النادي الاهلي لسه ما تحددش، وبيتم التنسيق خلال الساعات الحاليه. كان في استقبال البعثه طبعا الكابتن سمير عدلي المدير الاداري، وايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، واللي سبقوا البعثه 24 ساعه. وباذن الله باذن الله الامور تكون مهيئه. هم كانوا سبقوا عشان الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصه بالبعثه، وكان في تنسيق كامل من بدري، لكن دايما بتطمن بالشكل الاكبر والانسب عشان كل الامور تبقى مهيئه للجهاز الفني واللاعبين، وده اللي حصل فعلا. دايما النادي الاهلي بيبقى منظم في الحاجات دي. هنحاول نجيب مداخله من هناك مع زمايلنا عشان نطمن على كل الامور وكل الاحوال الخاصه بالفريق. ودايما جمهور النادي الاهلي بيبقى متابع كل كبيره وصغيره بتخص اللاعبين هناك في اي معسكر، في اي مباراه، في اي دوله من الدول، يعني ده شيء بيهمنا جدا. لحد ما جبنا المداخله عايز اتكلم في موضوع مهم قوي. وامبارح او مش امبارح بس، على مدار الايام القليله جدا السابقه، كان في تصريحات لعدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، تصريحات تلفزيونيه وتصريحات صحفيه. امبارح بالتحديد مثلا كان في حسين الشحات هنا عندنا في قناه النادي الاهلي، وكان في الشناوي في قناه اخرى، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي. كلام اللاعبين مهم جدا بالنسبه لي، مهمه جدا بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. ليه بقى؟ في بعض الجوانب كده. الكلام مثلا في حسين الشحات قال لك انا من وانا صغير نفسي كنت العب في النادي الاهلي، وحاولت كذا مره والحيت لما يكون لاعب بقيمه حسين الشحات بمهارات حسين الشحات يقول ويعترف ان هو وهو في المقصه كان بيحاول وبيزن كده على الناس في النادي الاهلي، انا عايز العب في النادي الاهلي يا جماعه، هقولي حلمي انا عايز العب. ومفاوضات طبعا كان في مفاوضات مره واثنين وثلاثه، وللاسف ما كانش في نجاح لهذه المفاوضات لاسباب مختلفه. ممكن قناعه مدير فني في التوقيت ده ما كانش مقتنع بحسين الشحات، وكل واحد له وجهه نظره طبعا. لكن المهم المفاوضات الاخيره اللي كللت بالنجاح وانضم حسين الشحات للنادي الاهلي، وهو اتكلم في جزئيات مهمه قوي. ان هو رغم الاموال الكبيره جدا اللي كان بياخدها في العين الاماراتي، رغم العروض كمان اللي جات له بعد كاس العالم للانديه من بعض الدول في اوروبا وانديه في مصر، ومبالغ اضعاف الاضعاف اللي بياخدها في النادي الاهلي، الا انه كان مصمم ينضم للنادي الاهلي وانه يحقق حلمه. نفس الامر بالنسبه للشناوي. الشناوي قال لك ايه؟ قال لك انا جالي عرض من بيراميدز قبل بدايه الموسم، بعد ما الموسم اللي فات يعني، بعد ما رجعنا من كاس العالم كان عندي راحه 3 ايام،
وكان في معسكر في كرواتيا مع مستر باتريس كارتيرون، وجالي في خلال 3 أيام دول عرض. كلمني الكابتن محمد يوسف مدير الكرة والمدرب العام في هذا التوقيت وقال لي انت في عرض جاي لك ب 88 مليون جنيه للنادي الاهلي واعاره سنه، وانت هتاخد 25 مليون جنيه في السنه، فانت رايك ايه؟ رد اللاعب كان ايه؟ ده اللي يهمني قوي. قال انا موجود في النادي الاهلي، انتوا محتاجيني مش محتاجيني، انا دلوقتي بستعد ان انا اجي لكم كرواتيا، انتوا قراركم ايه؟ كابتن محمد يوسف قال له احنا عايزينك، قال له خلاص انا معاكم بغض النظر عن اي مبالغ ولا اي فلوس خالص يعني. فدي الشخصيه في الحقيقه اللي احنا اطمنا بشكل كبير جدا من خلال التصريحات دي، والشخصيه المطلوبه في النادي الاهلي خلال الفتره دي، واللي اطمنك كمشجع ومحب للنادي الاهلي على الفريق خلال الفتره الجايه. ليه بقول كده؟ لانه واضح ان في جوانب كتيره جدا جدا ممكن البعض يكون بيبص لها من جانب مادي، وان اللاعبين دايما بيفكروا في الفلوس ومش عارف ايه، حقهم ما فيهاش اي مشكله، كل اي بني ادم بيفكر في الفلوس طبعا عشان يعرف ايه، ما فيهاش نقاش يعني. بس في بعض الاحيان ممكن تاخد مبلغ يكون مرضي بالنسبه لك، وفي نفس الوقت انت بتلعب في المكان اللي انت نفسك تبقى موجود فيه، او تشتغل المهنه اللي انت بتحبها ايا كان المبلغ اللي انت بتاخده. فكل دي تضحيات عشان بس اسم النادي الاهلي. فالشخصيه دي باذن الله اللي هتنجح النادي الاهلي في ايه؟ في ان هو يفوز بدوري ابطال افريقيا، وده الهدف الاساسي بالنسبه لنا. لما تسمع التصريحات دي وقبليهم احمد فتحي، وهتكلم على احمد فتحي عشان عندي بعض الاخبار عن احمد فتحي في الحقيقه لازم يترد عليها وبحسم، وهنرد عليها بحسم مؤكد وحاجي في الخبر ده، ونقول تصريحات احمد فتحي. لكن التصريحات بالنسبه للاعبين كلها متشابهه وكلها مميزه جدا، وفي تصريحات لبعض اللاعبين الاخرين في الصحف يعني. فواضح ان هدفهم واحد، واضح ان هم ما بيفكروش في جوانب ممكن ما تكونش هي الاساس خلال الفتره دي. هم مفكرين في ايه او بيفكروا في ايه؟ بيفكروا في كيفيه اسعاد جمهور النادي الاهلي، هتتمثل ازاي او هيحصل ازاي كمان الكلام ده، امتى جمهور الاهلي يكون مبسوط. طبعا مختلف البطولات باذن الله تكون موفق فيها، وارد ان انت توفق ولا توفق يعني، لكن اهم بطوله بطوله دوري ابطال افريقيا. فانا عاجبني قوي بصراحه التركيز اللي موجود عند لعيبه النادي الاهلي. ده كان جزء مهم جدا لازم نتكلم فيه ايضا في البدايه. امبارح كان في بعض المباريات ابرزهم طبعا مباراه ارسنال وليفربول، واللي انتهت 5-5 في الوقت الاصلي، 5-5 مش كره يد لا كره قدم. مباراه كانت مثيره جدا جدا، ليفربول تقدم، بعد كده